بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سنكمل ما كنا قد بدأنا. كنا وصلنا ان احنا بنعمل تصميم انشائي للأوان. تصميم القطاع الانشائي للأوان. تذكر ان في كل شغل الصيل في نوعين من الديزاين، هناك جيوتكنيكال ديزاين وهناك استراكشورال ديزاين. تمام. خذ مثلا الحوائط السانده. الحوائط السانده من وجهه نظر الجيوتكنيكال ديزاين انت بتعمل تشيك على الاستريس الناتج من الريتيننج وول وتقارنه بالكيو الاوبل سويل وتطمن ان مفيش تنشن. ده جنب. الجنب الثاني ان الريتيننج وول دي مش هيحصل لها سلايدنج. الثالث ان مش هيحصل لها اوفر تيرنينج. ده كله تحت بند اسمه جيوتكنيكال ديزاين. طب الاستراكشرال ديزاين عباره عن ايه؟ هناك جذع للحيطه. تمام. الجذع دوت عليه ضغط تربه جانبي نتيجه الايرث بريشر. تمام. بيدي لك مومنت على الجذع ده عند نقطه اتصاله مع القاعده. المومنت والشير اللي عند القطاع دوت بتصمم عليهم القطاع الانشائي الاستراكشرال ديزاين. يعني بتطلع الخرسانه قد ايه كسمك ومحتاج حديد قد ايه وتحطه في انهي اتجاه. ده اسمه استراكشرال ديزاين. طب لو خازوق، الخازوق مثلا قطر 60 سنتي وطول 10 متر، من وجهه نظر السويل يقدر يشيل 100 طن مثلا. طيب من وجهه نظر قطاعه الانشائي كخرسانه وحديد يقدر يشيل كم طن؟ الديبنس. تمام. نفس الكلام هنا لو حاولنا نطبقه في الاواعي. انت عملت جيوتكنيكال ديزاين للفوتنج قبل ما تبدا ازاي؟ خد البي كالم وضربتها في واحد واحد من عشرة وقسمت على كيو الاوبل سويل، يبقى جبت الابعاد اللي هتدي ستريس على السويل يقل عن كيو الاوبل، يبقى اطمنت انها امنه ايه؟ جيوتكنيكالي. طب استراكشورالي هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. تمام. انك بتجيب المومنت على وش العمود عند الموست كريتيكال سيكشن وبعدين تحط الخرسانه او الحديد او القطاع الخرساني وكميه الحديد اللي يغطي لك المومنت هذا. وصلت الفكره؟ تمام. اذا المومنت على المتر الطولي. تمام. اف يو ان الالتيميت كونتاكت بريشر مضروب في اللينث بتاع الرينفورسد كونكريت ناقص طول العمود او ضرب العمود على 8 كل تربيع في 1. جبت المومنت، تجيب الار، الار ام يو على اف سي، في البي في الدي سكوير، تجيب الاريا ستيل، من الار تجيب الاوميجا ومن الاوميجا تجيب الاريا ستيل، اوميجا في الاف سي على الاف ييلد في البي في الدي. تمام. التشارت بتاع الار والاوميجا انا هديهولك. طيب ما بحبش الار والاوميجا، ما بستلطفهاش، عادي. حل بالسي والجي، بالسي 1 والجي 1 او السي والجي 1 باي طريق. مش عاجبك ده كله، عايز تحل بالوركينج ستريس ما تحل وانا مال. ده تصميم انشائي خرساني للقطاع. حل باي طريقه انت عارفها. وصلت؟ تمام. تذكر ان الاريا اللي هتحسبها دي لا تقل عن الرقم ده نسبه لابعاد القطاع 0.6 على الاف يلد في البي في الدي. تمام. ده الار اوميجا تشار، وتدخل بالار تجيب الاوميجا اللي بتحسب منها كميه الحديد. طيب هذا الاتجاه الطويل، ما بال الاتجاه القصير؟ ك
كيف أتصرف معه؟ نفس الطريقة، نفس الفكرة. كان هناك إكس واحد على وش العمود، على جنب العمود اليمين، أصبحت واي واحد، حيث واي واحد يساوي بي ناقص بي على اثنين. هتجيب المومنت على متر واحد وتقول ان المومنت المتر دوت زي المتر اللي قبليه، زي المتر اللي بعديه، زي اي عدد من الامتار. تمام؟ المومنت بنفس الطريقه، بي ناقص بي على 8، بي ناقص بي تربيع على 8 في عرض الشريحه اللي هو واحد. اذا شريحه طولها واي واحد 4 متر، هتجيب المومنت اللي بيأثر عليه. تمام؟ تقارن الاريا ستيل اللي طالعه بالمينيمم فاليو اكوردنج تو ابعاد القطاع، ويبقى هو ده الحديد في الاتجاه القصير. لما تصمم قطاع الأرض إنشائيا، يبقى أنت حطيت القطاع الخرساني والحديد اللي يخلي القاعدة نفسها آمنة من وجهة نظر الفليكشر، الانثناء أو الانحناء. تمام؟ يحدث قص شير، ما هو وكيف يحدث؟ الفكرة ايه؟ الفكرة ان انا عندي عمود ريستنج على رينفورسد كونكريت فوتنج. تمام؟ لما حمل العمود دوت يزيد يعلى، فممكن يحصل نوع من الانهيار. تمام؟ انت في الخطوة الاولى امنت الفليكشر الانثناء، فخلاص مش هيحصل انهيار بالفليكشر بالانثناء. جبت المومنت وحطيت الحديد والقطاع اللي يشيله. ممكن نوعية تانية من الكسر تحصل، ممكن ان جزء من القاعدة يتفلق، يتكسر، يتقص على بعد دي على اتنين من وش العمود. تمام؟ واحنا شباب صغيرين زيكم كده كانوا بيقولوا لنا ان الشير بيحصل على بعد دي من وش العمود. عرفنا فيما بعد ان الاي سي اي لو تسمع عنه، الامريكان كونكريت انستيتيوت، والاي سي سي اي الامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينيرز، اجتمعوا اظن سنه 64 وقرروا انهم يستخدموا دي على اثنين من وش العمود وليس دي. يعرضوا القطاع نسبيا اللي هو بيحصل فيه القص، يكبروا القوه شويه. طيب، تكاد ان اف يو ان هو الكي بلاير، هو اللي بيعمل لك كل حاجه، يعمل لك فليكشر ويعمل لك شير ويعمل لك بانش. تمام؟ يبقى الاف يو ان يتضرب في مساحه الجزء اللي ممكن يتكسر اللي هو طوله بي ار سي، عرض القعده. طب عرضه اكس 2، تحدد اكس 2 ازاي؟ اتمشى معايا واحده واحده كده. ال على 2 تجيبك لغايه فين؟ السنترويد بتاع الفوتنج والعمود. تمام؟ ناقص ايه على 2، يبقى نقلتك من هنا لغايه وش العمود. ناقص دي على 2، يبقى جابتك لغايه فين؟ اكس 2. وصلت الفكره؟ تمام. يبقى العرض اكس 2 اللي ممكن يتكسر قيمته ال ناقص ايه ناقص دي على 2. طب القوة المؤثرة فيه مساحته في الـ FUN، مساحته اكس 2 في الـ B reinforced concrete، اهي تضربها في الـ FUN ادالك فورس، قوة تسبب القص، تسبب الانهيار بالقص.
تمام. الاسترس نتيجة القوة دي، الاسترس نتيجة أي شير فورس، هو قيمة الشير فورس على البي في الدي، حيث البي العرض، الدي الدبث بتاع القطاع وليس الثيكنس. توتال ثيكنس هو الدبث زائد الكفر. في الأساسات الكفر ممكن يبقى 5 سنتي وممكن يبقى 7 سنتي depending على عدوانية المية أو التربة اللي انت بتنفذ فيه. اللي allowable shear بقى يبقى دي الاسترس، الاسترنس الالاوبل 0.16 جذر اف سي على جاما سي. اف سي انت عارف اف سي يو 300 350 whatever. الجاما سي معامل امان قيمته 1.5. تكير ان اليونتس هنا بالايه؟ نيوتن على الملي متر المربع. خلينا نبهك لحاجه صغيره، يستحسن دايما تكتب اليونتس بتاعت اي حاجه انت بتكتبها. المومنت في الكيس بتاعتنا دي متر طن على المتر الطول، الاريا ستيل بالسنتيمتر المربع. طيب لو بتحسب استرس نيوتن على الملي متر المربع او كيلو نيوتن على المتر المربع او كيلو جرام على السنتيمتر المربع، عود نفسك تكتب اليونت دايما. تمام كمل معايا. بالاضافه الى الانهيار بالقصر هناك نوعيه اخرى من الانهيار ممكن تحدث، وهي الانهيار بالاختراق. اختراق، من يخترق من؟ الاقوى يخترق الاضعف. تمام، يعني لو انت جبت سيخ حديد، حديد وحطيته في عجينه هيحصل ايه؟ هيسلايد ان، مش يقول لك زي السكينه في الزبده. ايوه، ايه السكينه والزبده؟ واحده فيري ستيف جدا جدا والاخرى فيري سوفت جدا جدا، فهيمشي فيها بمنتهى السهوله. طيب قلل جسائت واحد شويه وزود جسائت الثاني شويه، ازاي؟ بقى عندي عمود من الخرسانه المسلحه، الاستيفنس بتاعته ما لا نهايه. طيب قاعده من الخرسانه المسلحه الاستيفنس بتاعتها لا قيمه، بس ما زالت اقل من العمود. يبقى لو حصل بانش هيحصل ازاي؟ انا ما اقدرش اقول ان العمود هيبانش ان بابعاده ابدا، العمود هيبانش ان بحته من القاعده على بعد قد ايه؟ دي على 2 من كل جنب من جناب العمود. وصلت؟ تمام. كيف يحدث البانش؟ يحصل ازاي؟ ادي العمود وهيبانش ان في مساحه اكبر منه جوه القاعده بهذا الشكل، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الخرسانه فوق اللاين ده بسنتي هتفصل عن الخرسانه اللي تحت اللاين ده بسنتي. تمام؟ هيبانش ان، العمود هياخد حته من القاعده وينزل بيها في القاعده العاديه، وبعدين ينزل بيهم جوه السويل لانها اضعف. وصلت؟ فكيف يحدث؟ هيحدث في السنتي ده. طب واللي جنبيه؟ نفس الكلام. واللي جنبيه؟ نفس الكلام. يبقى عشان البلوك كده يتفصل لازم يتفصل على ايه؟ محيط. تمام. يبقى البي بتاعت البانش، عرض قطاع البانش، هي ليست عرض ولكن هي محيط، قيمته مجموع اطوال 4 أضلاع. وصلت؟ تمام، ممتاز جدا. فاضل بيحصل او بحسب البانش فورس ازاي؟ القوة اللي بتأثر،
القوة اللي بتأثر عندي بديلين أقدر أحسبهم بيه، والبديلين متساويين. البديل الأول بقول إن الكي بلاير عندي هو الـ FUN، الكونتاكت بريشر اتجاهه من أسفل إلى أعلى. كويس جدا، تمام. هيحصل إزاي؟ البلوك ده هيخترق الفوتنج وينزل لتحت. طب ايه اللي هيطلع اللي حواليه؟ الاريا خارج هذا البلوك، الاريا دي اللي هي لونها ايه بقى؟ لا ما اعرفش، ما اعرفش بالالوان دي. اللون ده ايه؟ روز كبير. روز. يبقى الاريا الروز هي اللي بتسبب البانش فورس. طب احسبها ازاي؟ هتقول اف يو ان هو الكي بلاير مضروب في ايه؟ كل مساحة الأعلى، ولكن مطروح منه المستطيل الصغير اهو اي بي في بي بي، حيث الاي بي يساوي ايه؟ ها طول العمود زائد دي على 2 زائد دي على 2. اذا هو ايه زائد دي، طول الضلع بتاع البانش A زائد D زائد 2 D على 2. الأرض نفس الكلام، B زائد 2 D على 2 زائد D، تمام. لو ضربت الطول في العرض اداني اريا، هطرح الاريا الصغيرة دي من الاريا الكبيرة دي، يبقى هي دي الفورس اللي جاية من أسفل إلى أعلى، بحيث ان العمود والبلوك بتاعه يبانش ان لاسفل. وصلت؟ طيب ممكن احسبها بطريقه تانية؟ ممكن بمنتهى البساطه. ايه المسبب الرئيسي؟ حمل العمود. طيب هو العمود هيبقى زي السيخ في عجينه؟ لا، ده هياخد بلوك. طيب البلوك ده مش بيأثر عليه من اسفل الى اعلى اف يو ان؟ قيمتها قد ايه؟ ايوه، يبقى الفورس بيساوي حمل العمود مطروحا منه، متشال منه، منقوصا منه الاريا ده هي اللي هي اي بي في بي بي في الاف يو ان. وصلت؟ نفس الرقم بالظبط، لا يطلع لك باليمين هيطلع لك بالشمال. اوكي، بعد ما جبت البانش فورس بتجيب البانش ستريس. اي ستريس؟ كيو على بي في دي، كيو على بي في دي. ادي كيو، ادي البي، ولكن ليست بي، هي محيط، تمام، على الدي الدب الثيوريتيكال دب. ده البانش ستريس، هقارنه بالبانش سترينز. ثلاث معادلات، ما اعرفش احفظ، حاضر اديهم لك في الورق، او اللي هيمتحنك هيديهم لك في الورق بلاش انا، تمام. يبقى هاخد اقل قيمه من الثلاث قيم. اول قيمه 0.316 الجذر التربيع اف سي يو على جاما سي، اليونتس بالايه؟ بالنيوتن على الملي متر المربع. هذا الرقم يجب الا يتعدى 1.6 نيوتن على الملي متر المربع، او ناتج المعادله دي ما يزيدش عن الرقم ده، اي ما يعادل 16 كيلو جرام على السنتي متر المربع. دي الكيس الاولى. الثانيه 0.316 افتح قوس 0.5 بي كلم على ايه؟ كلم عرض العمود على طوله مضروب في الجذر التربيع الاف سي على جاما سي، يبقى دي القيمه نمره 2. طب القيمه نمره 3 0.8 افتح قوس 0.2 الفا، واركن الفا على جنب. الدي انت عارفها الثيوريتيكال ديبث، بي بانش انت عارفها محيط مستطيل البانش مضروب في الجذر التربيعي الاف سي على جاما سي، حيث الالفا لو هو عمود وسط فممكن انه يبانش ان من الاربع اضلاع،
فاحط الالفا باربع. طب لو عمود جنب خد دوت انقله في الجنب، او عمود جار ممكن يبانش ان في ثلاث اضلاع. طب والرابع هو اوريدي بانش. وصلت؟ ما اقدرش احط. طب لو عمود كورنر روك ممكن يبانش ان في كام ضلع؟ ضلعين اتنين. يبقى الالفا في هذه الحاله اتنين. وصلت؟ تمام. هتطبق في الثلاث معادلات، تاخد اقل قيمه ده الاسترينز تقارنه بالاسترس، فاذا ما كان اقل سيف خير وبركه، فاذا ما كان عن سيف وات يو جونا دو؟ زود ايه؟ ثيكنس. ايوه كده، ازود ايه؟ الثيكنس. لو لقيت نفسي زودت الثيكنس قوي ليا الحق ان ارجع اقلل الحديد، صح يا ريس؟ تمام. خسار، ما الحديد اغلى حاجه. انما لو 5 سنتي عديها المره. القضيه ان بعد كده لما تتخرج بتلاقي ان ملف اكس لاي قد كده بيحلها لك في سنة. هي القضيه بس انك تعرف يو نو هاو تو ديل، تعرف ازاي تتعامل معها. هناخد اكزامبل صغير جدا ظريف جدا. اسئله؟ طيب. ديزاين ان ايزوليتد فودي، ايزوليتد هي قاعده واحده بس، ممكن تلاقيها سبريد فودي، الامريكان بيسموها كده، تو سبورت كولمن لود، لكي قاعده واحده عشان تشيل حمل عمود مقداره 122 طن. ان فاكتور لم يضرب في الفاكتورز، سيرفيس لود مقدارها 78 طن، بين 44 لايف. The soil allowable bearing capacity is 1.25 كيلوغرام على السنتيمتر المربع، أي ما يعادل 12.5 طن على المتر المربع، أي ما يعادل 125 كيلو نيوتن على المتر المربع. تكيل مليون كل سنة، أحذر وكل سنة بشوف البدعة. نرجع. And the column dimensions are 80 × 25 design using the ultimate strength، لأن قبل كده كنت بدل work، فخلاص سيبك من الحتة دي. Knowing that إن الـ FC 30 نيوتن على المل المربع أو 300 كيلو جرام على السنت المربع، ده للرينفورسد كونكريت للبلين 200 او 20 نيوتن، الاف فيلد للحديد 360 او 3600 يونت. تيك كير مليون. وهوريك المقلب اللي انت بتاخده دلوقتي حالا. ال 122 طن دي حمل العمود. انت بتعمل جيوتكنيكال ديزاين، انسى ان في حاجه اسمها الالت على السويل وركينج ستريس. حاولنا ندخلها في الكود الجديد ولكن في صعوبة ما. في المجموعة الأولى فتح معانا موضوع هو احنا ليه بنتأخر قوي على ما الحاجة توصل. الكود الجديد هينزل، ده لما ينزل هيتساب 10 سنين just to know، الناس تعرف ويبقى ملزم بعد 10 سنين. شغالين فيه من 6 سنين. ماشي، شكرا. تمام. فوركينج ستريس طول ما انت على السويل خليك بالوركينج ستريس الى ان يتغير هذا الوضع وتبقى مجبر انك تستخدم الالتيميت ده. اذا نزل هتضرب حمل العمود في 1.1 حيث 1/10 وزن الفوتنج عاديه ومسلحه ووزن الردم اللي فوقيها، لان انا لسه ما اعرفش حاجه. يبقى اللي كان 122 ب 134 اقسم على كيو اللاوبل سويل اللي هي كيلو روب. تمام. اللي انا بشوفه دايما ان الناس بتروح قسم على الايه، مش دايما يعني في معظم الاحيان، على الكيلو روب.
ايوه قلت لك قبل كده اكتب اليونتس، اليونتس سوف تنقذك. ليه؟ الحمل ده بالايه؟ بالطن. كيو ال ار والسويل دي بالايه؟ تحطها بالطن. لو حطيتها كيلو وربع هيطلع لك 107.4 متر مربع، يعني قاعده 10 في 10 يعني لبش. ينفع؟ الظريف دايما اقولها ان انا شفت ناس كتير كده، مش حاجه زي دي تقرص ودنه وتفوقه. خلي بالك انت رايح في داهيه، لا، فيروح مطلع 10 في 10 ويطلع للمؤمن، هيبقى الاكس واحد اللي انت فاكرها اللي كانت متر تطلع 4 متر، فيحسب المومنت اللي فري كانتليفر 4 متر، يطلع له دبس وحديد حاجه كده تدخل جينيس ريكورد، ومكمل ويسلح ولا في دماغه، خلاص انت حر. تمام؟ زي ما قلت لك اكتب اليونتس قد تنقذك، قد تنقذك. تمام؟ هتطلع 10.74. دلوقتي لو جبت الجذر التربيعي يبقى جبت طول وعرض على انها مربعه، هتضيف عليها ترم صغير يخلي لك الطول طول، وتطرح منها ترم صغير يخلي لك العرض عرض. الترم دوت ريليتد لابعاد العمود، طول ناقص عرض العمود على 2 تضيفه خلالك الثلاثة 15 مثلا، او الثلاثة 20، 3 55، تطرح خلالك الثلاثة 25 ثلاثة، بقى هناك طول وعرض. ولكن ليسوا هبهزا، ليسوا هباء، لا، ده محسوبة بحيث ان اكس واحد وواي واحد يبقى اقرب ما يمكن من بعض. الرفرفة اللي انت بتحسب عليها المومنت، الدراع بتاع العزم اللي انت بتحسب عليه المومنت بيبقى قريب جدا من بعض، فبتصمم اتجاه واحد والاتجاه الثاني بالمتر. وصلت؟ تمام. افتكر دايما تضيف وتطرح، طول ناقص عرض العمود على 2. افترض الثيكنس بتاع البلين كونكريت 35 سم، 30 سم، 40 سم، سول اب تو يو. تمام؟ منها خد الرفرفه نفس الثيكنس. تمام؟ هتقول هناك لينث وبريدث للرينفورسد كونكريت، حيث اللينث بتاع الرينفورسد كونكريت هو اللينث بتاع البلين كونكريت، مطروح منه 2 الرفرفه 70 سم، يبقى اللي كان 3.55 بقى 2.85، اللي كان 3 بقى 2.30، يبقى هناك اريا للرينفورسد كونكريت طول في عرض مقدارها 6.56، كان هناك اريا للبلين كونكريت مقدارها 10.7 حاجة. إذا المساحة قلت، إذا تكاليف أقل. تمام. السؤال التقليدي، واحنا ليه بنعمل بلين كونكريت؟ سببين. السبب الأولاني إن عندنا في الدلتا التربة طينية، فأنت عايز تفصل المسلحة عن الطين فبتحط عادية. السبب الثاني إن لما بتحط عادية مساحة المسلحة بتقل. تمام. بدل ما كانت 10.7 بقت 6.56. الفلوس كلها رايحة فين؟ المسلحة. وصلت؟ تمام. هتقول لي ما بقاش في حاجة اسمها ايزوليتد عادية، كله بقى يعمل لبش عادي. كيف اتصرف معها؟ تصرف عادي. تمام. كانها ايزوليت، كل واحده، كل قاعده لها ايزوليتد روتنج بتاعتها. طيب هي ممكن العاديه تشرخ؟ مفيهاش مشكله خالص. مش مفيهاش مشكله خالص، فيها مشكله بس خفيفه. تمام. خلينا افكر، هناك شروخ في البلاسترنج للمنشا، هناك شروخ في الحوائط، هناك شروخ في الهيكل
الخرساني، هناك شروخ وكسر في الأساسات. مين أخطر؟ أخيره خلاص ما بقاش حاجة. طيب لو شوية هير كراكس في البلاسترينج ولا حاجة يعني. طب شرخ خفيف في الحيطة، لا ابدأ اقلق بس خفيف. طيب شرخ ومسمع في الجسم الخرساني، لا بقى تكي في الأساسات، لا الدنيا راحت في ده. وصلت؟ تمام. يبقى ممكن العادية تشرخ؟ اه ممكن، مش مشكلة خالص. تمام؟ تمام، كمل معايا. تعال للقعدة المسلحة. تمام؟ هتجيب الألتيميت لود لأنك هتصمم القطاع الإنشائي للقعدة على الألتيميت سترينث بتاعها. ما اقدرش اخد الورك لود واصمم بيه قطاع خرساني بالالتيميت سترينس بتاعه، يبقى بهرب. هضرب الديد في المعامل بتاعها 1.4، اضرب اللايف في المعامل بتاعه 1.6، يبقى اللي كان 122 طن داخل على ال 180 طن، كان ضربته تقريبا 1.5. تمام، احسب الكي بلاير اللي بيعمل لي كل حاجه. تمام؟ الـ FUN Ultimate Contact Pressure يساوي الـ P Column Ultimate. بي وات؟ كولم وليس بي. أهناك فارق؟ نعم، في فارق. الـ P هو 1.1 P Column. هتقول لي استنى، موضوع سيف. أقول لك مش مشكلة المرة دي بقى. ما أنت عمال كل ما تاخد حاجة تاخد فيها أمان. تمام؟ على فرض نظري ان وزن القعده العاديه والرغم اللي على حدود القعده العاديه بره المسلحه هو معظم 1.1، يفضل لي كام؟ O3 O2 O4 ولا حاجه، مش مشكله المره دي. وصلت؟ تمام، يبقى تحسب لي الـ FUN الـ P column Ultimate على الاريا بتاع الرينفورسد كونكريت اللي انت لسه حاسبها، طلعت 27.4. مش عايز عبقري يقارنها لي بكيو قالها بالصوي. ده كونتاكت ما بين ايه؟ العادية والمسلحة، خرسانتين. تمام؟ كمل معايا. هتعمل فليكشرال ديزاين، اي هتطلع القطاع الخرساني اللي يقاوم المومنت، اللي ما يحصلوش انهيار نتيجه المومنت. ازاي؟ هتقول ان المسافه اكس 1 هي ال ناقص ايه على 2، اهي اكس 1. تمام، ده طول القطاع، عرضه متر، يبقى هضرب الاف يو ان ها في 1 في اكس 1، حولت الاستريس ها لقوه مركزه مكانها في النص، اضرب في الذراع اللي هو اكس 1 على 2، اداني المومنت. المومنت بايه؟ اليونتس ايه؟ متر طن على المتر الطولي. متر طن على المتر الطولي ليه؟ أنا بصمم متر واحد بس، شريحة عرضها متر، ما قبلها مثلها وما بعدها مثلها. وصلت؟ تمام. إذا المومنت FUN في 1.03، أهي تربيع في 1 كأن ما ضربتش في حاجة على 2، طلع 14.53. أفكرك تكتب اليونتس الايه؟ متر طن على المتر الطولي، متر طن على المتر الطولي. تمام، هتجيب الار لهذا المومنت، ام على اف سي بي في دي. تمام، المومنت دوت بالمتر طن، انت عايز تحوله لكيلو جرام ومتر، هتضرب الطن في 1000، تضرب المتر في 100، يبقى 10 أس 5. الاف سي 300 كيلو جرام، البي 100 سنتي،
أرض الشريحة المد الدي الدبس الثيوريتيكال دبس وليس الثيكنس. تمام. طيب هتفترض الثيكنس بناء على ايه؟ بناء على خبرتك العريضة في هذا المجال. خبرتك العريضة بتقولك ان اقل قاعدة مسلحة الثيكنس في الايزوليتد 40 whatsoever. تمام. يفضل 60 في الايزوليت. في الليبشة يفضل 80 هي وهمات الخوازيق بايل كان. ليه؟ دي المينيمم ريكويرمنت عشان يسمى ريجيد. هتقول لي وايه يعني ما يبقاش ريجيد؟ اقول لك ارجع للاسامشن الاصلي الفرض الاصلي اللي هو ايه. قلت ان في يونيفورم بريشر على السويد صح؟ فإن لم تكن الفوتنج ريجيد لن يكون السويل بريشر ولا الكونتاكت بريشر يونفر. وصلت ولا تاهت؟ ما وصلتش. طيب دي فوتنج فليكسيبل انت حطيت عليها احمال هتتشك. عملها لي 20 سم ولا 30 سم هتدفليك. تمام. طيب الفوتنج دي لما الدفليكت وهي ريستنج على الصويد هتدفليكت فين؟ تحت العمود. تمام. الاسترس اللي على الصويل اللي هيبقى تحت العمود هل بيساوي الاسترس على الصويل اللي عند الايدج؟ لا. تمام. طيب الفرض اللي انت شغلت اللي انت شغال بيه لغايه لما وصلت للنقطه دي ان الاسترس ايه؟ منتظر. يبقى انت حليت كيس تانية خالص. وصلت؟ تمام. ممتاز جدا. يبقى شروط الريجيديتي بتقول 20 مفيش ما يمنع انك تاخدها 60 وانا انصحك بكده انك ما تقللش سمك الايزوليتد فوتنج عن 60. تمام. جبت الار تدخل للتشارت تجيب الاوميجا بوينت او 2 الاريا ستيل اوميجا في الاف سي على الاف ييلد في البي في الدي تيك كير ان اليونتس دي بالمليمتر. تمام. الاوميجا طلعت بوينت او 2 30 على 360 1000 البي اللي كانت 100 550 الدي اللي كانت 55 طلع لك اريا ستيل 9.17 مليمتر مربع. تمام. الاريا ستيل مينيمم ريلاتيف لابعاد القطاع 0.6 على الاف ييل في ابعاد القطاع بي في دي طلعت هي المينيمم. فان كانت اقل من المينيمم باخد المينيمم. اذا في الاساسات عموما ما هو المينيمم؟ مينيمم المينيمم مينيمم من حاجتين. الحاجه الاولى المسافات البينيه بين الاسياء يجب الا تزيد عن 20 سم على المتر. 5 ايه اللي يحصل لو زادت؟ توقع كده البلوك اللي ان بتوين السياخ دي بيسلك سلوك الخرسانه العاديه هيشرخ ويتكسر. تمام. اذا المينيمم من وجهه نظر العدد 5 في المتر whatsoever ما يقلش عن كده ابدا. تمام. اكبر سبيسنج بين السياخ 20 سم لا يزيد. تمام. المينيمم ستيل دايامتر 12 ملي لا يقل عن ذلك whatsoever. تمام. اقل سيخ ممكن تحطه في الاساسات 12 ملي. طلعت 5 وفت العدد 16 وفت لانها اكبر من ال 12 ملي. وصلت؟ تمام. في الاتجاه القصير هفكرك بحاجة. الرقم ده بيفكرك بحاجة 1.03 هو نفس
الاكس واحد. اذا الواي واحد يساوي الاكس واحد. اذا المومنت واحد. اف يو ان ثابتة الواي يساوي الاكس، المتر هو المتر. محتاج تعمل تصميم في الاتجاه الثاني؟ لا، انت عملته خلاص. وصلت؟ تمام. لو تفتكر قلنا تيك كير في البدايه انك تلتزم انك تطول اي ناقص بي على 2 بتوع العمود، او تطرح اي ناقص بي على 2 بتوع العمود. To be taken as the long direction. تمام؟ تعمل لنا تشيك على الشيب، هتقول الجزء اللي بيتكسر عرضه اسمه اكس 2، حيث اكس 2 ال ناقص اي ناقص دي على 2. حددت العرض طلع 75 سنتي. تمام. ما القوة المؤثرة؟ مساحة هذا الجزء طول في عرض، طوله بي رينفورسد كونكريت اللي هي 2.3، عرضه 75 سنتي اهو. هضربه في الالتيميت كونتاكت بريشر اللي هو اف يو ان اللي هو 27.4. طلع لي فورس 47.27 طن. هقسم على البي في الدي، اداني ستريس، شير ستريس. اقارنه بالالاوبل، الشير ستريس طالع 3.74، يبقى 47.27 في 1000 عشان تحول الطن لكيلو جرام. تقسم على البي 230 سنتي على الدي 55 سنتي. اذا خد الرقم ده وهتقارنه بالالاوبل شير. قيمة الشير سترينس المسموح بيها كام؟ 0.16 جذر اف سي على جاما سي. انت تعلم هذه القيمة، 1.5 معامل امان. يبقى الجذر التربيعي 30 على 1.5 في 0.16 طلعت 0.72 يونت نيوتن على الملي متر المربع، اي 7.2 كيلو جرام. هتقارنها ب 3.74 اذا سيف خلاص، شير سيف. سو وات نيكست؟ نيكست البانش. هذا مستطيل البانش. روز، مستر روز. تمام. هتجيب طول مستطيل البنش، هو ايه؟ ها زائد دي، 2 دي على 2، يبقى الايه 80 سنتي زائد الثيوريتيكال ديبس 55، متر 35، بي 25 سنتي زائد دي 80. تمام. هتجيب البانشنج سيكشن اريا، بريمتر، معذرة، بريمتر وليس اريا. طيب اعدلها لكم المرة الجاية. بريمتر 2 في الطول زائد العرض طلع 4.3 اللي هي البي بانش 4.3 متر. اذا الكيو بانش فورس بقى يساوي اف يو ان الالتيميت كونتاكت بريشر في المساحه، مساحه ايه؟ مساحه القاعده الخارجيه ناقص مساحه المستطيل الصغير. تمام. يبقى طول في عرض 2.85 في 2.30 ناقص 1.35 في 0.8 1.35 في 0.8. لما بيتضرب في الاف يو ان بيدي لك قيمه البانش فورس اللي كانت 150.02 طن. رقم مخيف. هتحسب الالاوبل بانش سترينس. اول معادله طلعت لي 1.41 نيوتن على الملي متر المربع، محققها الشرط انها اقل من 1.6. المعادله الثانيه 1.15 نيوتن على الملي متر المربع، اي 11
ونص كيلو جرام على السنتيمتر المربع. المعادلة الثالثة طلعت 2.55 أي 25.5. ما الأقل؟ 11.5. هتقارنها بإيه؟ قارنها بالبانش ستريس اللي بيساوي 150.02 في 1000 على البي بانش، البي وهي المحيط 4.30 في 55، طلعت 6.34، أقل من 11.5. إذا سيف خلاص. فإن لم تكن سيف زود الثيكنس على تمام؟ حيث الواحد كيلو جرام يساوي 10 كيلو جرام على السنتي، يساوي 10 طن على المتر المربع، يساوي 100 كيلو نيوتن على المتر المربع، هو نفسه بيساوي 0.1 نيوتن على المل المربع أو 0.1 ميجا نيوتن على المتر المربع. في تشيك أخير اسمه تشيك أوف ديفلوبمنت لينث. يا بني ما هو الديفلوبمنت لينث؟ الطول الكافي ان التنشن اللي جوه سيخ الحديد يتنقل بالبوند للخرسان. اقول كمان، ايوه، الديفلوبمنت لينث هو الطول الكافي ان التنشن اللي اتولد في سيخ الحديد يتنقل للخرسانه المحيطه به عن طريق ايه؟ البند، التلاصق. تمام. ايه فكره الخرسانه اصلا؟ الخرسانه لما بتتعرض لفليكشر لمومنت بيحصل ايه؟ بيتولد شد في الجانب السفلي منها اهو، دي قطاع خرسانة اهو، وانا حملت في النص، فبتبدأ ايه؟ تتحني. تمام. الفايبر اللي تحت الجانب السفلي كله بيبقى عليه شد، والخرسانة ما تشيلش في الشد. احط ايه؟ حديد يشيله. طيب الجانب العلوي، الجزء العلوي من القعد بيبقى اندر كومبريشن، والخرسانة اسد في الكومبريشن. وصلت؟ تمام، ممتاز جدا. لو جيت تبص على القعدة سئلت صباحا، هو مفيش الا شوية الحديد دول وخلاص؟ ما نحطش حديد فوق ليه؟ طب ما تسأل نفسك وتحط حديد فوق ليه؟ انت محتاجه؟ لا مش محتاج. تمام. اذا قفص الحديد نظريا ينتهي. تجيب ده وجنش كده اهو، وده وجنش كده اهو، وتسيب. فعليا ما تقدرش تعمل كده. ليه؟ هيبقى البلوك ده هو كله خرسانة عادية. ايوه، بتطلع الحديد للجنب فوق وتعمل لي السيخ زي ايه؟ يو طالع بالرجلين. تمام. هتعمل ايه بقى؟ هتقول ان في حاجه اسمها الديفلوبمنت لينث هي 60 الفار. 60 في 16 مللي طلع 96 سنتي. تمام. هتقارنه بايه؟ هتقارنه بالمسافة المتاحة ما بين وش العمود وحد المسلح. طالع كام؟ كان 103، عندي هنا 96. إذا نظريا ممكن أنهي السيخ هنا، أخد جنش كده أهو وخلاص. فعليا ما أقدرش. طب في حل وسط؟ حل وسط ظريف جدا. نعمل إيه؟ أيوه، قال لك أو رجل ضراب. رجل ضراب ازاي؟ انك تاخد سيخ يبدأ بالرجل من فوق وتكمله لغاية الاخر، وتاخد جنش على شكل حرف ال اللي وراه. ايوة، ابدأ بالرجل اهي وكمل وخد جنش هنا. هوفر قد ايه؟ نص متر في كل سيخ، ف
في عددهم أو نص عدد الأسياخ اللي في القاعدة. في كم قاعدة؟ زي ما يطلع في كم طن؟ زي ما يطلع. وصلت؟ ليك الحق نظريا إنك تاخدها رجل غراب. تمام. افرض إن ال 96 سنتي دول الديفلوبمنت لينث، والطول اللي كان متاح أصلا ليك كان 85 بس. يعمل إيه؟ أيوة، لازم يو سيكشن كامل. هتقول لي طب السيخ مش هيحصل له سبليتنج؟ أقول لك لا يمكن. ليه لا يمكن؟ عشان سيخ متني وطالع رأسيا يحصل له سبليتنج، لازم هذا البلوك من الخرسانة يتكسر. تمام. خلي بالك انك لما تحاول تكسر الخرسانة بهذا الشكل يبقى دخلت في ملعب الخرسانة. انت بتكسرها فين؟ في الكمبريشن. وصلت؟ تمام. يبقى مجرد انك ترفع الرجل يبقى امنت الديفلوبمنت لينث على طول ايا كان طول الحتة دي. نمرة واحد. نمرة اتنين، بعد ما بتسلح بتطلع الرجل دي بتربط رأسية الرجول بسيخ داير سيخ، بتلم بيه كل الاسياخ في مكانها. وانا بنعمل تشيك اوف شير، واحد قال لي طب ما نكسح في الاول، ايه اللي هيحصل يعني؟ اقول لك ممنوع منعا باتا انك تكسح في الاول. نمرة واحد. نمرة اتنين، يقال بتأمنوا تشور ان الكود الامريكي الجديد منع التكسيح تماما حتى في الخرسانات والبلاطات، في الكاميرات والبلاطات. وقت ما تتزنق حط ستيرنس. نمرة اتنين، طيب ليه بتشدد قوي كده؟ كان يقال ان لما بتكسح في القواعد نتيجة الصبر، معذرة بالبراويطة والقصة دي، فاللي كان متكسح بيتفرد، السيخ بيتفرد جوه القعدة أو جوه اللبشة أو جوه الشداد. تمام؟ لا يعتمد عليه. خد الأخطر. الأخطر لما بيكون فيه بلاطة خرسانية وكانت ليفر خارج منها بلكون، فانت بتعمل كربة صغيرة كده للسيخ ترفعه لفوق وتعديه عشان يشيلك المومنت بتاع حديد الكانتلي، عشان المومنت بتاع الكانتليفر. البشوات وهم بيصوبوا بالبراويطة بيفردوا لك الكربة الصغيرة دي. تخيل السيناريو الظريف بقى. أيوة، الحديد بدل ما يكون فوق بقى فين؟ بقى تحت. فالبلكونة بدل ما هي كانت بتنزل تجيبها من الشارع، أو أتليست بتلاقي شرخ طولي دايما في الفاصل. تمام؟ فممنوع منعا باتا إنك تكسر. نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تيجي تركب أشاير العمود، سمعت افتكاسة؟ بلاش افتكاسة، أقول إيه طيب؟ اسندوني أنتم. إيه عايزين كلمة ظريفة بدل كلمة افتكاسة؟ فتوى. ماشي. فتوى يقول لك إن أنا أدخل إشارة العمود 10 سنتي بس في القعدة. سألتهم ما السبب من ذلك؟ قال لك عشان أعمل هنج. أمال إيه؟ هنج؟ يعني العمود يبقى هنجت في القعدة؟ قال لك آه، ما أنا مش هيله مهم. طب ازاي افهمها يعني؟ قال لك عادي، ما هنج مش عايز شايلها مو. تمام. بالمناسبه اي انشاءات عاديه ما هياش بطرق التنفيذ العاديه بيبقى الاعمده دايما مترحله، الكاميرات مترحله عن الاعمده، وضع طبيعي. تمام. فبتدي لك شوية مومنت انت مش حاسبهم ولا عامل حسابك خالص على الأعمدة وعلى القواعد من تحت. فما تجيش تستذكى كمان
وتخترع لي الفتوى دي، بلاش التاني انك تقول لي لا هذا الكلام لا يجوز ابدا ابدا. الذي يجب ان تفعله انك تموت الاشاره جوه القعده، تموت موت كامل، فيكسد فيكسد ميته. تمام. اشاره او حديد الاشاره بتاع العمود بسياخ نفس عدد سياخ العمود. تمام. يبات في حديد القعده موت. تمام. بعد ما بتطلع الاشاره بتبدا تربط حديد العمود في الاشاره. اوكي. بتلاقي عندك التسليح العرضي والطولي 5×16، هناك فرش وهناك غطاء. الفرش اللي تحت والغطاء اللي فوق، مين الأتقل؟ قول يا ابني يمين شمال اي حاجة وانا اقتلك. الفرش أتقل. لماذا؟ المهم انت جاي في هذا الاتجاه. لا بتلجأ. حاضر. بتلجأ بتحط الفرش لان الثيوريتيكال ديبث بتاعه بيبدا من وش القعده لغايه السنترويد بتاع السيخ. اقول تاني، فاكر ال 55 استوب منين؟ من وش القعده من فوق لغايه السنتر، السنتر السنترويد، السنتر لاين بتاع هذا السيخ. طب الغطاء؟ لا، هو 55 ناقص نصين، نصين يعني كام؟ 53. يفرق؟ يفرق. تمام. يبقى لو طلع لك حديدين، حديد تقيل وحديد اخف، بتحط التقيل فين؟ ويبقى اسمه الفرش. وتحط اللي فوق فين؟ الغطاء الاقل. تمام. طيب يقول لك ان الفرش دايما في الاتجاه القصير والغطاء في الاتجاه الطويل. اتس اوكي. بس انا عندي اوبجكشن لكلمه ايه؟ دايما. ممكن ممكن لا. موقف دايما بحكيه مهندس شباب زيكم كده متحمس جدا، قال مش انتوا علمتونا في الكليه ان الفرش في الاتجاه القصير والغطاء في الاتجاه الطويل؟ قلت له يا ابني والله يعني بنقول نسبيا، مفيش حاجه ديسايزيف قوي. انا اتخانقت مع مدير الموقع النهارده وكنت عايز اغيرها، فقال لي لا. قلت له لا، فيما يعني ان حصل اشتباك وخلاص الراجل. قلت له يا ابني الامور ابسط من كده بكتير. ايه اللي حاصل؟ ايه الفرق بين الفرش والغطاء اصلا؟ نصين الدايمتر. هات المومنت يا سيدي في اي اتجاه وتطمن عليه. لو على الارتفاع الاصغر، على السمك الاصغر، ال 53 طلعت سيف، ولا تتخانق ولا حاجه. الامور بسيطه. وصلت الفكره؟ هو الاسوأ ايه؟ ان يبقى غطا. طب والغطا ده مش عليه مومنت وانت عارفه؟ بمنتهى البساطه، احسبه وتشك عليه. طلع سيف خلاص ولا حد زعلان. وصل الفكره؟ تمام. ما يلي ذلك انت تحط الكلام ده ازاي في لوحة. تمام. بتلاقي المنشأ عندك احمال الاعمدة واخدة رنجات. الرنج بيبدأ من 100 طن مثلا لغاية 400 طن مثلا. هتقول ايه؟ هتقول عندي مجموعة اعمدة حملها بيبدأ من 100 ل 150 طن. تمام. هروح عامل ديزاين لسنجل فوتنج على حمل كام؟ 150. تمام. اذا هناك العمود عين واحد له قاف واحد،
طواف واحد تلم من 150 وانت نازل، 140 130 120 105، طيب من 150 ل 200، عين اثنين قاف اثنين وهكذا. افرض ان رينج تغير الاحمال جه صغير، خلي الرينج 20 طن، ايه المشكله؟ عايز اوصلك لحاجتين. الحاجه الاولى ما تعمليش 100 نموذج كل قاعده نموذج. الحاجه الثانيه ما تعملش كل القواعد نموذج واحد، يبقى بتهرج. وصلت؟ تمام. فبتروح عامل لنا الجدول الظريف، القاعده العاديه لبشه من الخرسانه العاديه سمكها 40 سم، قاف واحد ابعادها 2.85 في 2.30، تسليحها في القصير 5.16 في الطويل 5.16، وصلت؟ الثيكنس 60، تمام. طيب قاف 2 قاف 3 قاف 10، ده الشغل التقليدي اللي كل الناس بيعملوه، تمام. انت عايز تتميز تعمل ايه؟ ممكن تجيب قاعده او نموذج وتفرد حديده، تمام. ممكن تعمل حاجه زي حصر كميات العاديه كذا، المسلحه بتاعت قف واحد 2.30 في 2.85 في بوينت 6 في عددهم، يبقى انت عايز 6 متر مكعب للقاعده دي، عايز 12 متر مكعب خرسانه للقاعده دي. نيكست، عندك 5.16 فرش وغفر، محتاج كم سيخ في 16 واطوالهم؟ خلي بالك العقده اطوالهم. ليه؟ انت مرتبط بطول السيخ الكام؟ ب 12. افرض طلعت 3.5، ايوه قطع بحيث ايه؟ ما تهدرش. شوف الحتة اللي هتقطعها من السيخ ده هتخدم معاك في انهي قاعدة تانية. نمرة واحد. نمرة اتنين، بتجمع كل الاقطار. يعني ايه؟ انا محتاج في الاخر 5 طن في 16، 12 طن في 18، وهكذا. وصلت؟ تمام. حاجة اخيرة هقولها، في بعض الاحيان في بعض الابراج الخاصة بالكوميونيكيشن بيبقى يحط على الفوتنج بيس بليت ويركب فيها برج اتصالات. ابراج الاتصالات دي بيبقى وزنها حاجة صغيرة خالص، 5-6 طن، وعليها مومنت مثلا 180 متر طن، حاجة كده، تمام. فبيتركب البيس بليت، وبيتركب البيس بليت في القاعدة بجوايط، معرفش يعني ايه جويط، سيخ حديد مع الوز، ساعات بيبقى له رجل، عارف العكاز؟ اقلبه وسنه من فوق مع الوز، بتبدأ ترتبهم الجوايط بشكل معين، تطبع فوقهم البيس بليت، تمام؟ وتبدا مجرد انك تربط كام صاموله، خلاص بقى البيس بليت موجود، الحم فيه بقى وظبط نفسك. في بعض الاحيان لما الاحمال دي بتتقل قوي بنحط رقه حديد، رقه صغيره بدون تصميم تحت البيس بليت، تمام؟ مش حديد علوي، مش محتاجين حديد علوي. ليه؟ التنشن كله تحت، مفيش كومبريشن فوق خالص، انا اسف مفيش تنشن فوق خالص، ما انتش محتاج حديد فوق. واصله؟ تمام. اي اسئله اسالونا. ها كله فاهم كل حاجه؟
طيب نعمل خيرا. أشكركم.